أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المستهلك الحكيم. برنامج المستهلك الحكيم دائما يأتيكم بما يخص التغذية، مواد الاستهلاكية وكل القوانين التي تنظم هذه المواد. لذلك اليوم اخترنا موضوع مهم جدا، وهي المكملات الغذائية التي كثر استهلاكها مؤخرا، وخاصة في السنوات الأخيرة وبعد جائحة كورونا. لذلك لمناقشة هذا الموضوع سأستضيف معي اليوم الضيوف الكرام اللي شرفوني بحضورهم. معي الدكتور الصيدلي الأخضر بوسنينة، ممثل الفرع النظامي لأخلاقية المهنة الصيادلة، مرحبا بك. مرحبا. كذلك معي السيد فوزي جابر، وهو رئيس المكتب الولائي لمنظمة الدفاع عن المستهلك حمايتك مكتب الواد، مرحبا بك. وبك أكثر. معي كذلك السيد الدكتور مهندس في التغذية فريد مدلل، وهو صاحب مؤسسة توزيع وبيع المواد الشبه صيدلانية، أهلا وسهلا. مرحبا. ومعنا كذلك ضيفنا الدكتور الصيدلي مدلل عبد القادر، وهو صاحب مؤسسة صيدلة خاصة، أهلا وسهلا. مرحبا. كما ذكرت سانفا أنه وزارة التجارة تقوم بتأطير هذا النشاط الذي كان يعني ليس مقنن أو مؤطر بالطريقة الكافية التي يستطيع السيطرة عليه. لذلك وزارة التجارة مؤخرا أصدرت بلاغ سأتله عليكم. هو سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى السوق الوطنية تسويق مكملات غذائية تحتوي في وسمها على ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية، وكذا مكملات غذائية تحتوي في تركيبتها على مكونات تستعمل حصريا في صناعة الأدوية. في هذا الشأن نعلم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد أو الصناعة أو توظيف أو توزيع أو التجارة بالجملة أو التجزئة للمكملات الغذائية الموجهة للمستهلك بكل أنواعها وأشكالها، أنه يمنع وضع في السوق الوطنية والتسويق عبر مواقع الإلكترونية لكل مكمل غذائي يحتوي في وسمه أو في النشرية المرفقة به على أي ادعاءات علاجية أو وعود علاجية أو وقائية للأمراض البشرية، أو يدخل في تركيبتها مواد فعالة صيدلانية تستعمل في صناعة الأدوية. وقد ذكر في هذا البلاغ القوانين التي تؤطر هذا النشاط. لذلك سأبدأ بالحوار مع الأستاذ الأخضر بوسنينة، وهو دكتور صيدلي وملم بهذا الموضوع. سيحدثنا أولا عن تعريف المكمل الغذائي وما الفرق بينه وبين الدواء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. بالفعل من المشكل هذا تاع المكملات الغذائية مؤخرا أخذ منحنى خطير، والخطورة تكمن في أن نقص التوعية ونقص معناتها المعلومات الكافية اللي توصل المواطن على هذا المنتوج. كنعرفوا المكمل الغذائي، المكمل الغذائي ماهوش دواء، المكمل الغذائي هو منتوج معناتها عنده فاعلية مكملة للدواء. كي ممكن يقولوا مثلا عندنا دواء صالح لطرد الغازات، دواء مثلا ما صالح للروماتيزم كذا، معناها يساعد فقط، ولا نستطيع في أي حال من الأحوال أننا نتخلى عن الدواء ونستعمل المكمل الغذائي. ولكن بحكم أن الدعاية أصبحت غير مقننة، معناتها أصبح المواطن الشيء اللي يشوفه أمامه هذاك هو الصح. لذلك معناتها التجأ المشرع باش يوضح ويضع حد لهال
والتصرفات والتلاعبات، معناتها واخذ السوق أصبحت حرة، معناتها كل من هب ودب يدير منتوج ويكتب عليه أنه يصلح لكذا ويصلح لكذا ويصلح لكذا، لدرجة أن دارت لنا مشاكل كبيرة مع المرضى. يقول لك أنني استعملت الدواء هذا، استعملت المكمل هذا ونفع، وهي معناتها كلها تلاعبات وما عندها حتى ضابط. وزيد الحاجة الأخرى أنها غياب الرقابة لهذا المنتوج، رغم أنه مثلا كي نحكوا احنا مع هذا الموزعين اللي نقضوا عليهم احنا كصيادلة، يعطيك المنتوج عند من معناتها جاي وبرخصة وكذا، ولكن تلقى المنتوج في حد ذاته ما هوش مراقب، مراقبة الصحيحة اللي تسمح له بالتسويق. نعم شكرا دكتور. سؤالي الآن للأخ مدلل وهو دكتور صيدلي. هذه المواد، هذه المكملات الغذائية كانت يعني لا توجد لها قوانين دقيقة واضحة لتنظيم استعمالها، مما يستوجب استدراك هذا، ونجدها تباع يعني في الصيدليات ولكن تسير من طرف وزارة التجارة. حوالي منذ سنة 2012 هي خاضعة للرقابة من وزارة التجارة، بالرغم من أنها لا تخضع لنفس القوانين المسيرة للمواد الصيدلانية، ولكنها تباع بأسعار مضاعفة، مضاعفة للأدوية التي فيها مواد فعالة. ما لديكم أن تقولون في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحيم، مرحبا بالجميع. في البداية أن نعاود التعريف بلك لكمبليمون اليمونتير، اللي هي المكملات الغذائية. هي دوري اليمونتير، هي عبارة عن مادة غذائية، هي مش دواء أصلا، ولا نستطيع في أي حال من الأحوال أن نطلق على أي مكمل غذائي بأنه دواء أو يعالج مرض ما. دونك دوري اليمونتير بور كومبليتي لو ريجيم نورمال، معناها راح يكمل فقط وظيفة في وظيفة ما، معناها مش راح يعوض الدواء في أي حال من الأحوال. بالنسبة للقوانين، في الحقيقة هي موجودة القوانين، ولكن ربما لم نجد أي متابعة أو مراقبة صارمة، يعني صارمة من طرف الدولة أو من طرف، حتى لأن حتى صيادلة ربما تجيهم المكملات الغذائية معناها بطريقة توزيع عادية. هناك مصانع تنتج هذه المكملات الغذائية. أنوه فقط بأن المنتوجات المحلية وحتى المستوردة بالنسبة للصيادلة الذين يقتنون هذه الأدوية، هذه المكملات الغذائية، لحد الساعة لم نجد أي مكمل غذائي يخالف هذه القوانين، لأن هذه المكونات شفناها بلك في العشابة، بلك في الأسواق تباع عند العطارين. أما بالنسبة للصيادلة لحد الساعة مخابر قليلة جدا، ربما تكون منعدمة، لأن احتمال ما تكونش تخضع للقوانين الصارمة مثل الكود بار، مثل هذه كامل قادرين يتراجعوا، والمخابر كامل يسووا الوضعية نتاعها. ممكن ليست خاضعة إلى رخصة مثل الأدوية، لا تخضع إلى رخصة، مش كمن الأدوية، تخضع إلى رخصة تابعة لوزارة التجارة، ليست وزارة صناعة الصيدلية. بالنسبة للقانون الجديد، مش قانون جديد، ربما راح نطبقه نفعله، هو قانون صادر في 19 أكتوبر 2017، وهو مشترك بين وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، وزارة التجارة، وراح يطبق يعني سريعا، راح تطبق وزارة الصناعة الدوائية. إذا كان راح يطبق لدى وزارة الصناعة الدوائية، راح تغير أمور وراح تتراجع حتى المخابر، ومنها راح تصلح الأوضاع هذه بإذن الله. نعم شكرا الأخ. كذلك صاحب مؤسسة توزيع المواد شبه الصيدلانية، أنتم تأتيكم يعني طلبات من طرف المواطنين والمستهلكين بشراء هذه المكملات الغذائية، وخاصة في جائحة كورونا، مثل الزنك، هناك طلب متزايد يعني، مثل الزنك، فيتامين سي، مثل المكملات الأخرى، المعادن الأخرى. يعني كيف تستقبلون هذه الطلبات؟ هل بها وصفات من عند أطباء، ولا هكا يعني شفهية يعني الطلبات هذه؟ السلام عليكم. أولا بالنسبة للمكمل الغذائي، هو عبارة عن الفيتامينات والأملاح المعدنية.
مثل الزنك. الزنك شفنا في جائحة كورونا ضرب كبير ياسر، منها مواصفات طب دوائية، من مستشفيات، من منها أغلبية مستشفيات. أغلبية المطالبات كلها وصفات دوائية بالنسبة للمواطن. أما يعني يأتي بالوصفة المواطن باش يشري هذه المكملات؟ نعم، ولا يشريها وحده بدون وصفة؟ يوجد ويوجد في الاثنين. ستشوف في جائحة كورونا معناها عندهم أوتوميديكاسيون الدواء العلاجي، ويشري وحده، يشري فيتامينات، يشري حاجة مكملات غذائية. الوصفات معروفة سرتو في الجائحة تاع كورونا. عاد زنك فيتامين سي هذا يعني نفس نفس الأدوية. نعم. وهناك تلاحظون أنه زاد الطلب، زاد الطلب أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة حتى بعد الجائحة. حتى بعد الجائحة يعني الناس تعودت على استهلاك هذه المواد. عاد كاين ثقافة في المجتمع على مكملات غذائية، وهناك حتى مواد تستورد من الخارج. نعم، يعني نعم، تهرب حتى عبر الحدود بدون يعني تصريح جمركي. وهذه المواد يعني تخيف، تخيف لأننا ما نعرفوش حتى مصدرها ولا المكونات نتاعها. نقولوا كل ما ممنوع مرغوب. نعم. وهذه كيفاش تدخل الأشياء هذه؟ كثرة الدعاية وقلة المراقبة، إذن يعني خلت السوق يعني السوق حر وفوضوي. فوضى. نعم. بدون مراقبة، بدون أي شيء. نعم. الأخ فوزي جابر، وأنت حامي المستهلك وتدافع عن المستهلك ورئيس المكتب الولائي لحماية المستهلك، ولكن المستهلك هو المتسبب في يعني ضرر لنفسه. كيف يعني، ما هو دور جمعية حماية المستهلك في توعية المواطن بعدم استهلاك العشوائي لهذه المكملات الغذائية؟ ونعرف جيدا أن المخاطر والأثار الجانبية لها عديدة، يعني ونستطيعش أن نذكرها كامل. هناك أدوية يقولون بأنها تنحف، هناك أدوية تسمن، هناك أدوية ضد الأرق، وهناك مقويات جنسية، هناك يعني أنواع لا تعد ولا تحصى من هذه المكملات الغذائية. ما هو دور جمعية حماية المستهلك في توعية المستهلك بالاستهلاك يعني العقلاني؟ السلام عليكم، نرحب بكل الضيوف وكل باسمه. شكرا لك أستاذة على طرح لك هذا الموضوع المهم بالنسبة لنا، وكنا دارينا في أول برنامج المنظمة تاعنا. المكملات الغذائية ربما نزيد على ما قاله الدكاترة والأخوة هنا، هو السبب اللجوء المستهلك إلى المكمل الغذائي هو ضعف عدم ثقة المستهلك بالصحة أو في الدواء في حد ذاته. أصبح المستهلك يجي أي مرض يكلف الدواء مي براشي يحش واللي يروح البديل، ما هو البديل في نظر الرأي هو المكمل الغذائي. وبرغم هذا والسبب تاع الثاني هو كثرة الإشهار المكمل الغذائي. أصبحت شركات كبرى، وخاصة كنا لاحظنا من 2014 من 2012 في ربي لحد الساعة كثر المكمل الغذائي، وخاصة في عملية الهرم، خاصة عملية الهرم. الهرم يبيعوا في السعادة، يبيعوا في الوهم. أنا كنت حضرت في النقطة هذه في 2012 في مؤتمر في قضية السعادة. ما هو السعادة؟ شوفوا السعادة كمان فيها المكمل، هاك المادة المعينة. هنا المستهلك هنا في حيرة من أمره، يحوس إلا الأمان في مرض مستعصي، خاصة في جائحة كورونا التجه كل مستهلكي للزنك وما شابه بذلك. هنا مشكلنا وشي هو المستهلك، نحوس على المستهلك. الرأي العام غير مطالب بمعرفة الفرق بينهما هنا، لكن الرقابة هي لها دور في قضية القانون هذا. ما يخص الرقابة سيلتحق بنا الأخ نبيل حويدك، وهو رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة بألواد، تعذر عليه الوصول في الوقت، لكن وعدنا بأنه سيلتحق بنا وسنتحدث معه بدور وزارة التجارة فيما يخص الرقابة الصارمة على هذه المواد. أستاذ تفضل. هنا المستهلك مش مسؤول يفرق هذا دواء وغير دواء. كما نقول المستهلك عنده في ركب تخصص، عنده شكاوي إلينا، عنده شكاوي كبيرة جدا، ولكن المشكلة تاعها عشوائية. في مثلا نكلم بالدرجة أحسن، يعني يسمعني المستهلك مرات تشوف اليوتيوب زيد شوي كذا، شو عشبة وكذا تخلطها، وزادت عليها كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. بارك الله فيك. الإعلانات التي تخرج يعني فجأة في فيسبوك أو في اليوتيوب، وهي تشهر وتقوم بالإشهار لهذه المواد الغذائية، وهي التي في هذا القانون أظن أنها ستمنع بتاتا هذه الإشهارات. وهو السيد وزير الصناعات الصيدلانية قام بمنع هذه الإشهارات عبر الإذاعة
الإذاعات التلفزيون الخاص أو العمومي وعبر القنوات الإذاعية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لخطورة هذه المواد الغير مراقبة من طرف الوكالة أو الوطنية لمراقبة الأدوية. شكرا الأخ فوزي. سأكمل الحديث مع الأخ الأخضر بوسنينة وهو دكتور صيدلي. نعرف جيدا أن هناك عديد من المكملات الغذائية التي يقوم بالإشهار إليها في عليها يعني في التلفزيون خاصة بالذاكرة خاصة للأطفال وهي فئة خطيرة خاصة للتسمين للنساء خاصة بالمرأة الحامل. يعني نعرف جيدا أن يعني في القديم ما كانتش هذه العادات يعني موجودة في مجتمعنا. ما الذي شجع ذلك؟ فعلا هو قضية أنت الإشهار هذه واغتنام الأوقات الحساسة تكون عائلة يعني من قبل التلفزيون خاصة كما ذكرتي على قضية الذاكرة واهتمام الأولياء بأبنائهم وأيام الامتحانات وكذا يحوسوا على شيء اللي باش يساعد أكثر الحل السريع والحل السريع. وهنا معناتها اللي تقوم بعد الشركات وبعد الممتهنين في الدعاية هذا باش يخرجوا معناها دعاية لأي برودوي رغم أنه مش معناها معروف معناتها مكوناتها صح ولا الفاعليه تاعها صحيحه ولا كذا. هنا يجي دور الرقابه المهم انا مش هما يستغلوا معناتها الوقت باش يمشوا المنتوج نتاعهم كما في قضيه في كورونا انا معناها وصلنا تاكدنا انها ماهوش برودوي ما غير الغلاف. أنا هات بركة جيب لي باطة مكتوبة فيها زنك مكتوبة فيها فيتامين سي لدرجة أنك كنا نبيعوا معناها نجيبوا نقتنوا منتجات فيها زنك غدوة صباح نفس الباكي هناك زاد لفيتامين سي لتحت معناتها عاد غير معناتها في الامبلاج فقط. معناها هذا مستغلوا استغلال كبير ضعف الناس ومناعة الناس ضعيفة معناتها كما قلت الأزمة وزيد معناتها ضعف الأرباح ضعف معناتها الناس والخوف الخوف معناتها في وقت الكورونا كانت الناس كشغل شادين لاشين واستناوا في الموت. معناها أنا هو اللي باش يمنع باكي يوصي على باكي تاع فيتامين سي وكأنها راح مش عارف وش ينتظر منه هذا. وقلت لك غابت الرقابة وغاب الردع في الأمور هذه التجأت الناس لمثل هذه الحلول. نعم هناك شركات يعني لوبيات يطلق عليها هذا الاسم لأنها ضاعفت أرباحها قالك حوالي 400 مليار دينار جزائري يعني راهي تضاعف يعني كل عام هذه نسبة الاستهلاك ونسبة شراء هذه المكملات الغذائية والناس راهي تغنى على حساب صحة المواطن وراح تسبب له كذلك أمراض أخرى قصور كلوي ضعف مناعي أمراض خطيرة جدا يعني تسبب هذه المكملات الغذائية. فعلا مادام ما كانش معناتها الضد اللي باش نديروا لونتيدوت للشيء هذا معناها هما يديروا في دعايات غالطة والدعايات الصحيحة مثلا اللي باش توقف معناتها المد لهذه الدعايات الباطلة والمغرضة ما كانش إذن راح تمشي وهذا معناتها صراع بين حق وباطل إلى قيام ساعة كي نقوله. هذا من القول الجو مناسب أصبحت بالنسبة لهم مربحة تحقق الأرباح وزيد معناتها عندهم أندون معناتها معطية لهم في جلب الكليون. هذا علم نتاع التحايل والإغراء يجب ذلك بالطريقة ويدير لك ثاني أمثلة يقول لك هاو فلان يجيبوا لك بعض الناس باللي يراه هاو كان ضعيف هاو سمان هاو كان شاحب هاو كيفاش وجهه ولا كذا. وإحنا هذه العقلية اللي غالب معناتها البشر حساس بزايد إحنا ثاني عندنا مشكل في المواد كما هذا اللي يديروا كورتيزون مؤخرا معناتها دارت مديرة الصحة فيه بلاغ للصياد اللي كورتيكويد لقاهم
مثلا الناس يستعملوهم البياطرة يديروا فيهم معناها التسمين للحيوانات. وهذا إذا كان سمنت به الحيوان شكون راح يأكله الحيوان هذا؟ راح يأكله الإنسان. وبالتالي دائما كان واحد الديبو يبقى ومن بعد يرجع الإنسان وهكذا. وزيد عندنا احنا حتى مثلا عندنا البنات خاصة البنات في الجانب هذا تاع التسمين وقرب العرس وكذا تلقاها تلتجئ لكل شيء، تلتجئ لهذا اللي كورتيكويد هذا معناه شو يبان يتنفخ العبد ومن بعد ترجع الكلى ترجع امراض اخرى. موت الاسبوع القادم ست حالات. نتأسفوا يعني هذه المظاهر هذه اللي رانا نشوفوا فيها في مجتمعاتنا. الأخ مدلل دكتور صيدلي حدثنا يعني هناك من يخلط كذلك مواد فعالة في هذه المكملات الغذائية حتى تكون لها يعني توهمه بفعاليتها. يعني هناك مقويات جنسية فيها لافياغرا. يعني القهوة تحتوي على كميات من الفياغرا وهذا خطير جدا على الناس مرضى القلب والضغط. يعني ماذا تقول والله في هذا؟ بالنسبه لحنا كصيادله خواص مارسنا المهنه نتاعنا بكل ضمير مهني وما قدرناش ان نجيبوا مثل هذه المكملات اللي تقصدي باللي معناها فيها سيلدينافير ولا فيها اوترو برودوي يعتبر دواء ونحطوه في مكمل غذائي. احنا صيادله بحكم المهنه نتاعنا بحكم علمنا بالشيء هذا ما نقدروش نقتني هذه المكملات الغذائية أصلا. نعرج فقط بالنسبة للدعاية، الدعاية أنواع، فيه منها المسموح ومنها الممنوع. الليغاسيون رولاتيف لا مالادي المتعلقة بالمرض، هذه هي الممنوعة حتى في البلدان الأوروبية منعينها. كيف أنت تربط نقولوا إحنا تربط مكمل غذائي بمرض معين، تقول مثلا البرودوي هذا يقدر ينحلك المرض هذا، هذه ممنوعه. اما لي زوتر اليغاسيون دو لا سونتي اليغاسيون نوتريسيونيل ولا فونكسيونيل يعني معناها وظيفيه دعايه وظيفيه ولا دعايه مثل ما نقولوا الكالسيوم يحسن من وظيفه يساهم ولا من كثافه العظام هذه مسموحه. هذه مسموحه اما نقول مكمل اعطيك صح يحسن من كثافه العظام. اما نقولوا الكالسيوم يعالج هذه لا. في الحقيقه هي المكملات الغذائيه مثل الفيتامينات كما ذكر الاخ فريد، الفيتامينات ولا الاملاح نجدها في الادويه كما نجدها في المكملات الغذائيه. الفرق وين نلقاها في الادويه تكون بنسب تركيز مرتفعه، معناها تكون مركزة. نسبة مركزة أكثر من المكملات الغذائية. والمكملات الغذائية عندها 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 حد ما نقدروش نزيدوا أكثر من. إذا كان إحنا في هذه الحالة إحنا كصيادلة نقدر نميز أن المكمل الغذائي هذا خرج على الإطار وخرج على القانون المسموح به، نقدر نعرف المعلومة هذه معناها بحكم تجربتي بحكم الدراسة نتاعنا نعرف نفرقوا بين الأدوية وبين نقدروا نشوفوا الحديد كمكمل غذائي ونشوفوا في نفس الوقت دواء بتركيز عالي. نقدر نشوفوا الزنك نجده في الأدوية ونجده في المكملات الغذائية وهكذا. هو مكمل ولكن نستعملوه كدواء لأن الطبيب يحتاج لا دوز هذيك ولا التركيز العالي في حالات معينة من الأمراض. نعم شكرا أخي. أنتقل إلى الأخ فريد مدلل. فيما يخص الرياضيين هناك إقبال كبير للرياضيين لشراء البروتين بكل أنواعه، يعني بروتين عبارة عن مكمل غذائي، يعني هل تشهدون يعني هذا الإقبال من طرف الرياضيين؟ يوجد إقبال بالنسبة للرياضيين، يوجد إقبال للبروتين، يوجد إقبال أكثر حاجة للفيتامينات. بالنسبة للفيتامينات حاليا يعني دون وصفة يجي يشري وحده هو يعني أوتوميديكاسيون. مثل أوميغا 3 يستعملوه كامل، عاد عندهم ثقافة من الرياضيين كامل. أي لصال وجد شفنا في لصال قاعة الرياضات يبيعوا فيه أوميغا 3 تباع في قاعة الرياضة، فيتامين دي، كالسيوم، كالسيوم بروتينات. هم يبيعوا فيه معناها هذه شوية هذا جنبية كل كان دوز هي بالرقابة دوز عالية من أوميغا 3 نومو في اليوم ياكل كبسولة واحدة ياكل 4-5 يعني تأسفوا لهذه المظاهر اللي راهي تنتشر في مجتمعنا وإن شاء الله يعني الكل يعني يخضع لهذه القوانين اللي راهي
راح تتأثر وراح يعني تنظم هذا النشاط يعني في الاستهلاكي أو في البيع أو في التوزيع أو في حتى الاستيراد. هناك مواد نستوردها من هذه المكملات الغذائية من بروتينات تأتينا من خارج حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، والناس تستهلك فيها ولا يعني ما يعرفوش، لا يعني يجهلون المكونات. لذلك ننتظر الأخ نبيل حويدك سيقول للمخرج يعني هل الأخ هنا؟ إذا نعم واصل. إذا فاصل وبعد ذلك سيدخل الأخ نبيل حويدك ليعطينا رأيه في هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين نعود إليكم من جديد بعد هذا الفاصل الصغير، ويلتحق بنا السيد نبيل حويدق وهو رئيس قسم قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة ليضيف لنا المعلومات والقوانين التي تؤطر هذا النشاط في الجزائر. تفضل أخ نبيل حويدق، مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا لقناة تحرير ويب من خلال حصة المستهلك الحكيم. شكرا للضيوف الأكارم اللي حضروا معنا في تنشيط هذه الحصة المهمة. معذرة عن تأخير، حبيت نحضر الحصة من أولها لكن نظرا للالتزامات الغالب حبينا برك بحكم مديرية التجارة حبينا نعرفوا الشعب بالمكمل الغذائي وش هو المكمل الغذائي، ونشوفوا النظم والقوانين اللي تضبط تسويق هذه المادة وإلى من موجهة هذه المادة، يعني الفئة المستهلكة. نعم، بالنسبة للمكمل الغذائي احنا قلنا كل منتوج يحمل عبارة مكمل غذائي أو يوصف كمكمل غذائي الهدف منه تتميم النظام الغذائي العادي، وهذا مهما كانت مكوناته وشكله وطريقة عرضه، مثل المغذيات المركزة مثل أو مواد أخرى لها تأثير تغذوي أو فيزيولوجي لوحدها أو مركب أو معروضة للاستهلاك والتسويق في شكل جرعات على شكل كبسولات أو أقراص أو مساحيق أو محاليل إلى غير ذلك. هذا تعريف المكمل الغذائي. بالنسبة للأطر التنظيمية أو إحنا جت الحصة مراسيم جت الحصة هذه من خلال التعليم الوزارية المشتركة واللي هي تكون فيها وزارة التجارة وزارة الداخلية وزارة الداخلية والتهيئة العمرانية وزارة الصحة وزارة المالية واللي تمثل اللي عندها باع كبير في الرقابة الحدودية مع وزارة التجارة عن طريق ممثلي أقسام الجمارك. صناعة صيدلانية اللي حديثة النشأة واللي عندنا درك هي عندنا مديرية جهوية، وعاد عندنا درك ممثلين في المجلس الجهوي من مديرية الوضع عندنا ممثلين صناعة صيدلانية في الكونسير جونال في الصناعة الصيدلانية اللي هي في ورقلة. احنا مديرية التجارة تعمل على مراقبة أي منتوج يدخل للسوق. راني سمعت قبيل قال له غياب الرقابة وكذا، بالعكس الرقابة راهي موجودة ورانا يوميا متواجدين الرقابة في السوق، بدليل أن المسوقين لهذه المادة لجؤوا لطريقة أخرى كانوا يضخوا فيها في السوق، ذرك عادوا عن طريق الشبكة العنكبوتية الانترنت أنا نتبعوا فيه عن طريق الشبكة العنكبوتية. خصصنا فرقة تتابع التسويق الإلكتروني
رانا تجارنا في صدد متابعتها. زيد كانت عن طريق الإذاعات المرئية أو في التلفزيون نشوفوا فيها تسويق المواد هذه، مزدت حاجة طفيفة، ولكن الجانب الكبير أن تمنع من الترويج أو من التسويق. احنا الإشكالية مش في التسويق المكمل الغذائي، الإشكالية في لمن موجه هذا المكمل الغذائي. المكمل الغذائي يقتنوه نسات معينة اللي عندها نقص في مادة بشرط في الطبيب، بشرط لا تضع على وسم هذا المنتوج يعالج صفة يعالج. ذوك احنا ولينا في مشكلة، احنا في الجائحة اللي فاتت كما كانوا يقولوا الخاوة مانيش عارف والزنك وكذا، مازال غير كون نلقاو الزنك راهم دارولنا فتلونا كسكس بالزنك، نعود نروحوا نشرو كسكس الزنك. والله صح، عاد هوس كبير، معناها الناس مرضت وعاد ازدحام حتى عند الصيادلة. هناك أدوية ضد قلق ضد أرق، عاد بيني حاجة فيها زنك. لحقنا أن حجزنا مؤخرا أن جي زنك، جي تاع الزنك اللي كان معناه بالكلش هات مفقودة بأذواقها، بالبرتقال بالليمون بالكذا، وهات مفقودة نظرا للطلب المضاعف عليها. دوك احنا باش نبينوا للمستهلكين او من خلال هذه البوابة ان اي مكون او اي مكمل غذائي فيه صفة علاجية راهو ممنوع التسويق، الا بشرط تصريح، بشرط يكون ترخص له الهيئة المعتمدة واللي هي من هي وزارة الصحة. صح، صناعة صيدلانية، صناعة مديرية الصحة ساكي تقول لي رو يعالج مديرية الصحة. نعم، صناعة صيدلانية تعطي ترخيص لإنتاج هذه المادة بحكم أن ولت عندها صفة علاجية، إذن عدواها، إذن سيراقب من طرف الوكالة الوطنية. نعم، لمراقبة. هذه الرقابة اللي تكلمنا عليها سي حويس. نعم، هذه كلمة الرقابة، كي كنا نتحدث عن الرقابة مش الرقابة تاع الأعوان تاعكم تدوروا في السوق، لا نتحدث عن الرقابة تاع المنتوج في حد ذاته لابوغاتوار ناسيونال. كما يديروا الرقابة للدواء، كي نقول الدواء مضاد للأرق معناتها جرت عنا تجارب علمية ولقوا فعلا مضاد للأرق بصح، يعني أثبتت الفاعلية. بصح دي اللي أنت مكمل غذائي معناها فيه مجرد مجموعة تاع فيتامينات ولا فيه بعض الأعشاب ولا كذا، وتقول لي راه مضاد للأرق وزيد قضية لدوز، كيفاش راح تستعمله؟ بالنسبة الفرق بينه وبين الدواء، أن الدواء يقول لك الطبيب مثلا تاكل حبة مثلا مرتين في اليوم، صح؟ هذاك كيفاش باش تاكل؟ وزيد على ذلك ماكش عارف التركيز قدواش، فهمت؟ ومن ثم وصلنا لبعض الأفعال من الأضرار الجانبية في معناها في أضرار للكلى في الكبد لكذا، وهذه مناش أثر خطيرة من استعمال الغير عقلاني. أي هنا الحلقة المفقودة، هنا الحلقة دقيقة، هنا الحلقة المفقودة وين؟ أن لو كان نلجأ لمديرة الصحة ونقولوا لها راه كاين دواء يتباعها مكمل غذائي، يقول لك لا انا خطيني مش خطيني مش تابع ليا، ما فيش ترخيص، مش تابع ليا انا، تابع للتجاره. حنا رانا نروحوا فيه صفه علاجيه منافي للمرسوم التنفيذي 13378 اللي نص على وسم المنتوجات الغذائيه تحط لي كلمه يعالج مع الغذاء، نحي نسحبوه نهائيا، ومعناها المسؤوليه تقع على عاتق حائز المنتوج. لكن نلقاه عند فرماسيا ولا نلقاه عند واحد يبيع في الاعشاب ولا نلقاه كذا، يتحملوا مسؤوليته. ليه؟ لان هنا كي جينا نتبعوا في التراسابيليتي جل المواد هذه مصنعه من طرف شركه وهميه. نعم، نجيو نتبعوا في التراسابيليتي ما نلقوها. هناك شركات يعني ضاعفت ارباحها في هذه المده الاخيره. في الجزائر بسبب هذه. نعطيك مثال اخر، حتى ولوا يتلاعبوا، حتى شوف احنا عندنا الفئه تاع المرضى هذه، الفئة تاع المرضى معناها ربي يعلم بأحوالهم، عادوا يتلاعبوا بنسات كيما الجونسونج، الجونسونج ينحي السرطان، الجونسونج كذا هاك العلندن، عارف الزيوت. نعم، حتى الزيوت العطرية حتى وهي سموم، عبارة عن سموم، ولا واحد الهوس الزيوت الأساسية، ولا واحد الهوس المريض هذا كما عارف والو، وعارف غير هات لك جونسون ولا هات لك العلند، العشبة تاع العلند. وهي الزيوت الأساسية خطيرة للأطفال وللمرأة الحامل والمرأة المرضع، وهما ممكن حتى يدهنوا أولادهم بها. تصوري لو عندها أساس من المصداقية للقوها المخابر
الدولية اللي راهي تسهر ليلة نهارا على اكتشاف حل لمرض السرطان أو الأمراض المستعصية الأخرى. نعم. احنا عدو المؤسسة الوهمية هذا غير يشوفوا المرض المستعصي ويبدو مثل ما حصل في دواء رحمة ربي تاع السكري للآن ما زال يباع. زال يباع في شبه صيدلية على شكل مكمل غذائي أرشبي أزمة راشبي راهو يباع. يعني هذا المكمل الغذائي اللي دار يعني ضجة كبيرة في السنوات الأخيرة قبل جائحة كورونا والناس حبست حتى الأنسولين وبدأت تشرب فيه رحمة ربي. شو أخطر أستاذك أنا حاجة أخطر منها؟ نعم تفضل. مبيض المبيض الأسنان أسنان حتى مبيض الأسنان. أنا درت تجربة على كنت الموضوع هذا أنا رايحين ندعو عليها طرح كبير الموضوع بالشابون أكتيف اتصلت بموقع 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 اتصلت بكم على كل حال بيض أسنان فحم الحجر يلا مكمل غذائي يضرب يضرب مش بنتصور وهمية كما قال الدكتور نون زيدا دخلنا في الشبكة التواصل الاجتماعي ودخلنا فيهم واتصلنا بهم شخصيا دوائي 100% وكذا ويجبوا لك تجارب أخرى وهي غيرها إلا في الأمام في فوتوشوب وفوتوشوب أو دار حاجة كبيرة نفس صورتي أنا يسوسونني مسوسة وسنوني غير مسوسة اتصلت بهم قالوا السلام عليكم كاين ناس تصدق ما أنا صدقت ليه ما عنديش حل روحت للسبيطار ما عنديش حل عدت نحوس على الحل فقط كمستهلك وكمريض وكحاجة عدت نحوس إلا على الحل ما عنديش حل خاصة أدوية التنحيف هذه جوك على الأسنان قبل كل شيء الأسنان أسنان حتى هي عندها دارت مشكل كبير فحم في الدار فحم يحل يهرسه وفحم وديلا شوي كذا يقول لك هكا شوي عسل روح ديرها حتى كاين مقلدين راهم يقلدوا في الأغلفة على المواد الخارج وبيعوها عبر مواقع التواصل لذلك لازم يحذر كل مستهلك يعني يرى إعلان عبر الفيسبوك يعرف أن هذا الإعلان راه كاذب ليس له أساس من الصحة والناس راه تربح على ظهرك وراه يطلع في الأرباح أستاذة نكمل لك موضوع هذا اتصلت بها الأستاذة البيع هذه سلام قلت لها عندك قلت لها قرنطي قالت لي قرنطي يديك ربي ثبتي روحك قلت وش البطل البطل صغير كحاتشي فحمة رحي حللناها الناس القوي يعني يربحوا على ظهر جهل المستهلك لا كان واحد نظن كان حوج أخرى أنا شكيت مع معايا مكمل غذائي وزيارة تابعكم معايا قلت لها دي لي حل دي كان سر ما سر في الخلطات هذه في البهله الاولى كي تنسخها تخرج منك صح تخرج هناك بعد ترجع الدوبل لا هناك مواد تجميل هناك عندهم واحد السر خاص تفضل التحايل هذا راهو علم عطيك الصحة التحايل هذا راهو علم الاغراء والتحايل معناتها كي يلقوا الجو مناسب الارضيه خصبه الجهل في المجتمع معناها الناس ما يحوسوش يسأل معناها الحاجة هذه نفعت السيد هذا أكيد راح تنفعني مالقري مثلا ما ناش كيف والأمراض بتختلف وسرتو في هذه اللي علاش قلت لك الحالات احنا نشوفوا فيها مع النساء تقليد يعني وتقول لك مثلا هالبومادة هذه راهي دارت ضربة البنت فلانة وكذا ومن بعد تجيك بوجهها عاد في شيء لا أنا شفت إعلان ثاني خاطر جدا هناك أدوية حتى للعينين سوف تعيد البصر وشوفوا عين واحد أهما هكا فيها البياض وبعد راح تتحول تولي يشوف يعني هذه خطيرة هذا هو الاستغلال كي واللي كان نقص قلنا ديما نرجع للرقابة والتوعية ومعناتها حتى الوازع الديني الناس مثلا ضمير والأخلاق والأمور هذه وين تخلي التيران تلاعب يعني الصحة كيفاش يقولوا الطبيعة تأبى الفراغ إذا كان الوسط مشمل الآن راح يتملأ بشيء آخر يا بالصح ولا بالغلط إذا نحن دائما نحاولوا نوعوا نحاولوا نوصلوا المفهومة المعلومة القيمة للمريض وقرأوا هذا طبيب هذا طبيب لو قرأ 7 أو 8 سنين وكان اللي قرأ 10 سنين ومعناها محلف محلفين نعم. وأدوية معناتها مدروسة وديدوز مدروسة وكذا معناها كي تأكلها وانت مطمئن بس هذا هالشي هذا رو محطوط اليوم في السوق ما تلقاه وكما كان يحكي لك الأخ معناتها شركات وهمية شركة وهمية رو يجي يدير لك فيلم وشو ما تلقاش نعم. ودوة تروح العنوان ما تلقاش يجي واحد أخر وهكذا نكمل لك على الكلمات هل المرأة اللي اتصلت بها باب نحوش عليها الرقم قلتها وهمي الصفحة قلتها وهمية ولا والقانون يحمي المغفلين اسمعي لي يا سيدة حتى متكير السيارة دار روحي يعني محمد وساك دار روحي مثقف دار روحي يعني شدي تحقيق دار روحي يعني حتى رقم السيارة قلتها مزيف
المفروض يعني عصابات التسويق الالكتروني هذا انه من المفروض عندهم كود في الريجستر كوميرس ولكن مش هي راح تستنى كما نرجو الالكتروني راح عدم الرقابه كي ولات ما كانش رقابه خاصه في المجال هذا الالكتروني ولات الناس كامل تخدم وتفتح لي باج وتبيع سبونسوريز وتمول الاعلانات لا اوراق لا محل لا حد شيء. هي هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية. هي هذه المكملات الغذائية هي غزت كل دول العالم المتطورة والمتوسطة والفقيرة. لكن أنا نعرف شفت بعض الروبورتاجات في إذاعات أجنبية أنه هذا المنحنى هذا اللي كان تصاعدي أصبح في نزول لأن الناس وعات وعرفت أن هذه الوعود كاذبة اللي كانت يعني في هذه المكملات الغذائية أنها ستقوم بالتنحيف أنها ستزيل الأرق أنها ستزيد في الذكاء وفي الذاكرة يعني هذاك المنحنى التصاعدي ولا هابط يعني للناس بدأت في تكتشف أن الوعود الكاذبة التي كانت تدعى عبر الإشهارات عبر الأغلفة اللي كاينة في هذه المنتوجات وبدأوا الناس في العالم المتحضر يعني بدأوا يعزفوا عن شرائها لأنهم وقفوا على كذب هذه الوعود التي يعني أوهمتهم بأنهم يعني ستزيل المرض ستزيل السكري ستزيل ضغط الدم لذلك نتمنى أن احنا شعبنا يعني كذلك يعي ومستهلك الجزائري يعي بخطورة هذه المواد الموجهة للاستهلاك والتي تدر أرباحا طائلة على لوبيات تقوم بالتجارة بهذه المواد ليس لها ضمير يعني ضمير غائب ويعني هدفها الوحيد هو الربح ثم الربح لذلك يعني نتمنى يعني كل واحد في مكانه الصيدلي في صيدليته كذلك يمتنع عن شراء هذه المكملات التي ليس لها مصدر أو ليس لها تصريح كذلك وزارة التجارة تقوم بدورها برصد وقمع كل هؤلاء المتلاعبين جمعيات حماية المستهلك تقوم بدورها بتوعية المستهلك كذلك بعدم يعني المخاطرة وشراء مواد لا تعرف مكوناتها ولا تعرف كذلك مصدرها وكذلك شرطة الحدود والجمارك كذلك تمنع المتاجرة واستيراد هذه المواد الخطيرة التي كذلك لا نعرف يعني مكوناتها أو حتى مصدرها والكل يعني من منصبه يقوم بدوره المنوط به حتى نقوم بتجنب يعني هذه الخطورة التي تواجه مجتمعنا للأسف المكملات الغذائية ممكن لها فائدة تكمل الغذاء ولكن لا تكمل دور الدواء لذلك يجب الحذر ثم الحذر نشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي الكرام الدكتور الأخضر بوسنينة الذي شرفني بحضوره الدكتور الصيدلي كذلك عبد القادر مدلل شكرا للحضور معنا السيد نبيل حويدة كذلك شكرا لالتحاقك بنا وإفادتنا بالقرارات وزارة التجارة وكذلك الأخ فوزي جابر شكرا لحضورك كذلك نشكر الأخ اللي كان معنا الأخ مدلل فريد وهو صاحب مؤسسة توزيع المواد شبه صيدلانية كذلك نشكره لحضوره معنا اليوم وأشكر الأخ المخرج وراء العارضة التقنية وشكرا لكل متابعين قناة التحرير ويب تي في وبرنامج المستهلك الحكيم مع السلامة.